السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، مرحبا بكم مجددا في قناة الصفيق أدراز للشروحات. كما تبعتوا معنا وكما شاهدتوا معنا في الصورة المصغرة لا فيديو وفي العنوان لا فيديو، الفيديو اليوم جاء باش نشرحوا طريقة إنشاء مقاولة صغرى أو شركة، كيفاش تأسس شركة أو مقاولة صغرى. إلا كنت أخي المتابع أختي المتابعة من المهتمين بالموضوع، فما عليك إلا تتبع معنا الفيديو حتى الأخير دياله. إذن إخواني أخواتي، ما نطولش عليكم. إذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ديالنا، ما فيها بس نزلوا لتحت، شغلوا زر الاشتراك، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا، ومن طبيعة الحال لي لايك والتعاليق الجميلة ديالكم ولا أي سؤال، حنا مستعدين باش نجاوبوا عليه. ما نطولش عليكم بزاف وندوزوا لا فيديو من بعد الانترفيو. إذا باش نشأو شركة أو مقاولة صغرى، غادي خصنا ندوزو بزاف ديال المراحل اللي غادي نتطرقوا لها في هذا الفيديو هذا. إذا إخواني أخواتي، أول حاجة بغيت نديرها وأنا باغي ننشأ شركة، غادي نتوجه للمركز الجهوي للإستثمار. هذا المركز الجهوي للإستثمار هو عبارة عن إدارة كتقرب الخدمات ديال يعني إنشاء شركات أو الاستثمار عامة للمواطن المغربي والأجنبي يعني عامة. إذا إخواني أخواتي، أول حاجة كنديرها كنمشي للمجلس المركز الجهوي للاستثمار عفوا، وكنتواصل مع الناس اللي كاينين في الاستقبال، كنطلب منهم أو كنقترح عليهم بأنني باغي ننشأ واحد الشركة. هما كيحددوا معاك النوع ديال الشركة اللي غادي تشتغل عليها، ثم كيعطيوك واحد الورقة اللي فيها جميع الوثائق اللي غادي تحتاج بالنسبة للنوع ديال الشركة ديالك. إذا إخواني أخواتي، الورقة اللي كيعطيوك في المركز الجهوي للاستثمار هي على الشكل التالي. هي هذه الورقة، هذه كيكونوا فيها الشروحات وجميع يعني الوثائق اللي هنحتاجو بالنسبه لانشاء المقاوله ديالنا او الشركه ديالنا، وثم يعني كيحددوا لك حتى المبالغ اللي غادي تكون كتحتاج في هاد الوثائق هذه بالضبط. اذا نبداو على بركه الله، ما هي الوثائق اللي غادي نحتاجو اخواني اخواتي باش نديرو الشركه ديالنا؟ اذا لما كنتسلم هاد الورقه هذه وكنقراها مزيان، كنلقى فيها بان غادي نحتاج سيرتيفيكا نيجاتيف. سيرتيفيكا نيجاتيف كيمكن لك ديرها مباشرة من غرفة الصناعة والتجارة، أو كيمكن لك ديرها عن طريق الانترنت. مثلا كنستعملوا واحد لو سيت اللي هو www.directinfo.ma www.directinfo.ma. هذا السيت هذا كيمكن لك تدخل وتعمر جميع المعطيات ديالك، وكتخلص من خلال عن طريق الانترنت، ثم كتسلم الشهاده السلبيه ديال الشركه ديالك. والشهاده السلبيه ديال الشركه او سيرتيفيكا نيجاتيف كما سبق لنا وشرنا لكم اخواني اخواتي، كتكون كالتالي. يعني فيها رقم تسلسلي ديال هاد الشهادة السلبية، كتكون فيها التسمية ديال الشركة ديالكم، ثم كيكون فيها الرقم التعريف الموحد للمقاولة نيميرو دو ليسيو، ثم كيكون فيها الناس المستفيدين من هاد التسمية هذه ولا من هاد الشركة هذه، يعني الناس أصحاب الشركة كيكونوا مذكورين كاملين، ثم النشاط التجاري ديال هاد الشركة هذه، ثم المحكمة ذات الاختصاص اللي غادي تكون في المدينة ديالكم، ثم بطبيعة الحال فيها تاريخ انتهاء الصلاحية ديال هاد الشهادة السلبية، لأن عندها واحد الفترة محددة. الى ما خدمتيش في ذاك الفتره المحدده وكملتي الانشاء الشركه، غادي تضطر انك دير شهاده سلبيه اخرى، وكتكون كالتالي اخواني اخواتي. هي هذه الشهاده السلبيه. اذا هذه غادي تكون هي الوثيقه الاولى، وكيطلبوا لنا منها خمسه نسخ عاديه، يعني وحده اوريجينال الاصليه كتبقى عندكم، وخمسه نسخ كتخليهم باش توجدوا بهم الملف ديالكم. اذا اخواني اخواتي، الوثيقه الثانيه المطلوبه باش تكمل الانشاء ديال الشركه ديالك اللي كتكون حتى هي في هذه الورقه اللي خدينا من المركز الجهوي للاستثمار من عند الناس اللي كاينين في الاستقبال، كاين يعني شهاده الملكيه وعقد الكراء ديال المحل اللي غادي يكون فيها الموطن ديال الشركه ديالكم. هاد شهاده الملكيه وعقد الكراء كيكونوا ضروريين باش يكملوا الانشاء ديال الشركه ديالكم.
إذن إخواني أخواتي، بالنسبة لعقد الكراء وشهادة الملكية كيكونوا كالتالي: هذا عقد الكراء كتشوفوه، وهذه شهادة الملكية، عقد كراء عادي ما بين الشركة كدير. إخواني أخواتي عفوا باش ما ننساش واحد النقطة، الشهادة السلبية هي الأولى كتحدد بها الاسم الشركة، ثم كتأخذ الاسم الشركة وكتمشي دير به العقد ديال الكراء. هذه شهادة الملكية ديال العقد ديال الكراء. يعني العقد ديال الكراء الموضوع ديال الموطن الشركة، وكيكون مرفوق بشهادة الملكية. إذا إخواني أخواتي، كما سبقنا وشرنا، هادو الوثيقة الأولى والوثيقة الثانية. ثم إخواني أخواتي عندنا ستاتيو، لو ستاتيو اللي كيكون حتى هو مطلوب في المجلس الجهوي، في المركز الجهوي للاستثمار. يعني كيكون واحد لو ستاتيو اللي هو عبارة على قانون أساسي الشركة، فيه جميع المعلومات الشركة، فيه المسؤولين على الشركة، الناس اللي مسموح لها أنها تصرف في حسابات الشركة، العنوان أو الموقع الجغرافي ديال الشركة، وفيه مجموعة القوانين أو القانون الأساسي ديال الشركة، يعني في تحديد المجال اللي غادي يكون فيه الاشتغال بالنسبة لهذه الشركة هذه، واللي كيكون عبارة على مجموعة ديال الأوراق، وكان صوبوه يعني احنا يعني بيدينا، ممكن تصوبو انت بيدك، ممكن تاخذ نموذج وتغير المعلومات ديالك فيه، ممكن بزاف ديال الامور. هذه الوثيقه الثالثه اخواني اخواتي. من طبيعه الحال حنا اليوم كنهضروا على شركه ذات المسؤوليه المحدوده. اذا اخواني اخواتي، من بعد عندنا خمسه نسخ ديال البطاقه الوطنيه ديال المسير ديال هذه الشركه هذه، خمسه نسخ عاديه. بالنسبه الوثيقة، إذا واحد جوج ثلاثة، قلنا أربعة نسخ البطاقة الوطنية، ثم خمسة عندنا واحد الفورمولير يونيك كنعمرو فيه حتى هو المعلومات كاملة ديال الشركة ديالنا والاختصاص ديالها وشنو كدير ويعني والموقع الجغرافي ديالها، الموطن ديالها. كما كتشوفوا معايا هاد الفورمولير يونيك دو كرياسيون، يعني هاد النموذج ديال الانشاء كيتخدم واحد الموقع اللي هو www.epce.ma. اخواني اخواتي، هذه الوثيقه الخامسه. اذا من بعد كندوزو لا ديمارش دو كونستيتيوشن دو دوسي. دابا غادي نوجدو او غادي نجهزو الملف ديالنا. اذا كيكونوا عندنا هاد الوثائق هذه، كتكون عندنا مثلا كيكون عندنا الشهاده السلبيه، ثم عقد الكراء، ثم شهاده الملكيه ديال العقد الكراء، ثم لو ستاتيو القانون الاساسي للشركه، ثم هاد الفورمولير يونيك اللي كنحتاجو ديال الكرياسيون، هاد النموذج ديال انشاء الشركه. ثم كنجمعوا هاد الوثائق كامله وكنزيدوا معاهم، يعني كنسجلوا بالنسبه للعقد الكراء وشهاده الملكيه، ولو ستاتيو كيتسجلوا في اداره الجهويه للضرائب او وزاره الماليه، كيمشيو كنسجلوهم بواحد المبالغ ماليه اللي هي عباره على 260 درهم كما كتشوفوا معايا في هذا الكيطونس. هذا باش سجلنا شهاده الملكيه، وواحد اخر باش سجلنا لو ستاتيو ديالنا، واحد فيه 240 درهم، واحد فيه 260 درهم. اذا اخواني اخواتي، كنتمنى ان الشروحات تكون واضحه، وكنتمنى ان المعلومات تكون كتوصلكم بشكل جيد. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالنا، ما فيها باس تنزلوا معنا لتحت، تضغطوا على زر الاشتراك وتشغلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا، وما تبخلوش علينا بلي لايك والتعاليق الجميله ديالكم اللي كتحفزنا دائما. اذا اخواني اخواتي، من بعد ما كنجهزوا هذه الوثائق هذه، كناخذوها وكنتوجهوا الى المركز الجهوي للاستثمار، كنوضعوا لهم هذا الملف هذا، وكنعطيوهم واحد المهله ديال 36 ساعه باش كيجاوبونا وكيردوا علينا عبر الهاتف، كيقولوا لنا بان الوثائق ديالكم او السجل التجاري ديالكم اصبح جاهز. كنتوجهوا عندهم مره ثانيه، وكنأديو واجب ديال المحكمه التجاريه 350 درهم
للمركز الجهوي للاستثمار لانهم هما اللي كيكملوا المسطره مع المحكمه التجاريه باش كيجهزوا لك السجل التجاري ديالك اللي هو المقاوله او الشركه ديالك. اذا اخواني اخواتي نتمنى من الله ان تكون الامور واضحه الى حد الان. ثم خطوة أخيرة إخواني أخواتي كيطلبوها منك من المركز الجهوي للاستثمار وهي إنشاء واحد الإعلان عبر جريدة رسمية وطنية اللي كيكون الإعلان كالتالي. غادي نوريكم على الشكل التالي كما كتشوفوا معايا إخواني أخواتي. إذن أي جريدة رسمية وطنية كتكون كدير الإعلانات بالنسبة للشركات كيمكن لها دير لك هذا الإعلان هذا وكتكون الثمن ديالها محدد ما بين 150 درهم و 200 درهم. إذن على هذا الشكل هذا كيكون الإعلان ديال الشركة ديالنا. إذن بالإعلان على الشركة ديالنا في الجريدة الرسمية الوطنية كتكون هذه آخر خطوة باش نكملوا يعني المسطرة ديال إنشاء الشركة ديالنا. إذن إخواني أخواتي كنتمنى من الله أن يكون كل شيء واضح وباين. إخواني أخواتي من بعد ما كنقوموا بجميع الخطوات كيتواصلوا معنا من المركز الجهوي للاستثمار وكيسلمونا هذا الكتيب هذا اللي هو عبارة على سجل تجاري فيه جميع المعلومات كتخص الشركة ديالك بتسمية بالنوع ديال النشاط التجاري بالرقم الموحد يعني المعلومات ديال الضريبة المعلومات ديال لاسينيسيس المعلومات ديال جميع المعلومات اللي كتتعلق بالشركة ديالك كتكون عندك في هذا الكتيب هذا. إذن إخواني أخواتي ومن بعد كيسلموا لنا هذا موديل جيسات اللي كنستخرجوه من موقع إلكتروني تا هو من طبيعة الحال وكنخلصوا عليه واحد المبلغ مالي. إذن إخواني أخواتي إلى هنا نتمنى من الله أنه يكون الشرح واضح وباين. إلا كان عندكم شي تساؤل ما فيها بس خليه لنا في التعليقات إحنا مستعدين باش نجاوبكم إخواني أخواتي. إذن شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. نتمنى من الله أنه يكون كل شيء واضح وباين. نتمنى من الله أن المعلومات تكون وصلتكم وما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة ديالكم وزر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد دائما ان شاء الله. ثم التعليقات وللايك ديالكم. الى اللقاء اخواني اخواتي.